أصبحت مدينة رفح في قلب أزمة إنسانية بالتزامن مع استعداد إسرائيل لتحويل تركيز هجومها على قطاع غزة إلى المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع. وشهدت المدينة وصول مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين بحثا عن مكان آمن لا يطالهم فيه القصف، وصاحب ذلك طلب كبير على الغذاء والإمدادات الأخرى. بالتزامن مع تحويل قوات الاحتلال الإسرائيلي تركيز هجومها على قطاع غزة إلى مدينة رفح الفلسطينية، فإن المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع أصبحت في قلب أزمة إنسانية بالفعل. مدينة رفح شهدت وصول مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين بحثاً عن مكان آمن لا يطالهم فيه القصف، وتحولت المدينة لملاجئ ومخيمات يقيم فيها نحو 1.5 مليون شخص بحسب الأمم المتحدة. لما جينا على الخيم ما شفنا حاجة في الخيم هنا. جينا من المدارس اجينا في الخيم هنا. فناش يعني انها اسبوع في الخيم. بس الوضع بالمرة صعب فينا في رفح، صعب بالمرة، كله غالي وكاوي. يعني لو تشتري عضوة جيد يعني الله يعزك ب20 شيكل. كله غالي وكاوي هنا. احنا جينا شي نقبض كيس الطحين من هنا عشان خاطر الطنيات يا ابن الحلال. زي ما انت شايف الوضع. هذا اللي احنا شايفينه. نقول ربنا يفرج علينا، قد اليوم بكرة ولا بكرة يصير هدنة، هاي بنقول يا رب. يصاحب ذلك طلب كبير على الغذاء والإمدادات الأخرى في رفح، بالإضافة للمساعدات المحدودة المسموح بدخولها إلى غزة منذ بداية الحرب. نازحين في المناطق الجنوبية من منطقة رفح، بعد نزوح المنطقة خان يونس والمناطق الوسطى، كلهم تكدس، الناس تكدست كلها في مناطق رفح، وكميات الغذاء اللي بتصل للسكان غير كافية ومحدودة جدا، وبنطالب بإدخال مساعدات كافية للسكان، عودة النازحين لأماكن سكناهم. وعلى الرغم من تدفق الفلسطينيين الباحثين عن الأمان إلى مدينة رفح الفلسطينية، لم تنجو المدينة أيضا من القصف الجوي الذي شمل سلسلة غارات جوية خلال الأيام الماضية.